السلام عليكم المشاهدين. اليوم جينا نهضروا على ديك حنان والام ديالها. حنان والام ديالها ما عرفناهمش واش اشنا هما بعدا اشنا هما في الكون. قلبوا داك الدوار صفيه على عليه دوار ولا فيلاج ولا اش بغى يكون. هذاك دوار سيدي عدي شوهوه بالمعقول. كيخرجوا كتخرج الام تقول لك انا غادي نطيح، انا غندي ندعي بنتي، انا بنتي صوتاتني. البنت كتخرج تقول لك لا انا ما صوتش امي، انا ما ضربتهاش. جاوا شهود واش ضربات امها ضرباتها، واش نتفاتها نتفاتها. ودابا قلبات كل هالموازين. السيده اللي كانت خارجه كتغوت وكتقول رانا ما ضربتش امي وانا ما مسخوطاش، ولا تقول لك الله اعلم ما عرفتش راسي واش ضربتها، وانا وليت مسحوره، وانا وليت كنحلم، وانا وليت امي تنشوف الله. الام ديالها ولا تقول لك بنتي بعدوا على بنتي، لا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه الوحيده اللي احنا ما فهمناش هي راكم ما عندكمش قناه. كون كانت عندكم قناه غنقولوا هذا الفيلم كامل وهذه المسرحيه دايره باش تطلعوا قنواتكم. ساعات هذه الفتنه وهذه المشاكل اللي درتو صدقت من خلاتك من ساعه القنوات اللي دايرين بكم، هما اللي طلعوا الفلوس على قبلكم، وهذا الشوه اللي درتو في راسكم هما اللي كيستافدوا بيا. كل واحد داير بكم لايف، كل واحد داير بهم فيديو، كل واحد يصور من جي حاطين كل القوالب ومشعلين كاميراتهم. حتى ديك حنا اللي كنا كندافعوا عليها ونقولوا مسكينه، مره كتقول هضره، مره كترجع في الهضره، مره ما عرفناش ولا مع الله ما عرفنا مع من نوقفوا، واش مع الام ولا مع البنت. ما عرفنا شكون الظالم شكون المظلوم. ملي شفنا البنت كتبكي وكتغوت وكتقول انا ما ضربتش، انا ظلمت، انا تحقرت، انا ندعي، انا بغيت هذه، قلنا لا حول ولا قوه الا بالله. علاش ناضوا هادو شهدوا فيها؟ علاش هاد السيده ما دارت والو؟ اليوم كنتفاجئوا دوك الناس اللي شهدوا فيا وقالوا ضربات امها وحنا غنشهدوا فيها كتعنق وكتبوس فيهم. فهمتوا شي حاجه في هذه القصه؟ فهمونا، راه حنا دخنا كتبوس فيه غزوله وتبوس فيه حسونه، حاطاهم حداها وجالسه كتبوس فيهم زعما بحال هما الحبابات هما الخواتات. وعلاش اختي درتي ديك الفضيحه في راسك وهذيك الشوهه وعصبتينا حنا معاك وقعدنا حنا خلاتك نضيعوا في الحجره ونتمسكنوا عليك ودايره لنا ديك الشوهه ودوك الولاول؟ احسن حاجه اللي داروا ديك قناه محبوبه هما ما تدخلوش في هذا الخط تاع المشكله. لو كان تدخلوا كنتم غتجروهم في واحد الجرجيره اللي ما ليهاش الحد. كنتو غتقولوا هما السبب اللي داروا المشكله وهما اللي قالوا لها انت في امك وهما اللي قالوا لها. حنا كنا بغيناهم يتدخلوا. ملي شفنا حنان كتغوت وهما كيقولوا بحال ختنا، امهم كتقول بحال بنتي، قلنا يتدخلوا لهاد السيده ويعتقوها. ساعات في الاخر شفنا هذا يعدى جوجو كل مره كتقول هضره لا حول ولا قوه الا بالله. اكتفي بهذا القدر ومع السلامه في فيديو اخر.